الأرضية الموسعة من الميادين، أهلا بكم وفي عنوانيها. كرة القدم الإماراتية كلفة عالية، منظومة احتراف هشة، هدر ولا نتائج. الكرة التونسية في تباين خطير، المنتخب على مشارف مونديال روسيا والأندية تعاني من إخفاقات قارية. تقبع أندية كرة القدم الإماراتية بين فكي منظومة احتراف هشة، واقع مؤسف أدى إلى تضخم الرواتب خلال 10 سنوات، وفي المقابل لنتائج تسجل قاريا ودوليا لتبرر آليات الصرف العشوائي. إدارات الأندية أسيرة القرود برغم خطوة الدمج، وعاجز عن اجتراح استراتيجيات بديلة تحولها إلى مؤسسات منتجة للاعبين وتخفف من عبء المصارفات. عقد مر على دخول الكرة الإماراتية عالم الاحتراف ولا نتائج مرجوة حتى اليوم. الفجوة بين حجم الإنفاق وقيمة الإيرادات أثخن الأندية بجراح المديونية، حتى باتت الخسائر المتوقعة مع نهاية هذا الموسم تلامس 12 مليون درهم. غياب للجماهير على المدرجات، وافتقار للبرامج التسويقية، وارتفاع في معدلات الرواتب مقابل ضعف الجانب الإداري في الأندية، كلها عوامل تسير بالكرة بعكس رياح الدعم الرسمي المتواصل، دعم يتوقع أن ترفعه حكومة دبي عن أنديتها في نهاية 2022 لتواجه بذلك حتمية الاعتماد على مواردها الذاتية وضبط ميزانيات لاعبيها وإعطاء الإداريين مساحة قرار أكبر. تحتل الإمارات المركز الثاني آسيويا في حجم الإنفاق خلف الصين. الاتحاد الحالي ورث منظومة قائمة على الصرف من دون الإيرادات، وأدرك متأخرا مدى خطورة الاستراتيجية القائمة، فتحول الاحتراف من حل لتطوير اللعبة إلى ورم أدخلها غرفة الإنعاش، وباتت الأندية مهددة بالانهيار. تشير الإحصائيات إلى أن الأندية تخصص 80% من ميزانياتها للرواتب مقابل 20% للمصاريف الأخرى، ويستحوذ الفريق الأول والرديف على 90% من حجم الميزانية مقابل 10% على المراحل العمرية، ما يؤدي آجلا إلى ارتفاع حجم الإنفاق على الفريق الأول بسبب كثرة التعاقدات من خارج الأكاديميات. ولأن العبرة في تطبيق القانون لا إقراره فقط، فإن تحديد سقف الرواتب وإقرار غرامة على المخالفين ظل حبرا على ورق، وعدم تطور اللوائح والقوانين ومواكبتها لمنظومة الاحتراف أدى إلى التخبط الإداري والفني، فضلا عن الخسائر الناجمة عن فسخ العقود أو تسديد رواتب لاعبين مدرجين خارج القائمة وصلت قيمتها إلى نحو 1 مليار درهم. وإذا كان بند ارتباط معظم اللاعبين بوظائف أخرى في مس فاضح لقواعد الاحتراف، فإن ابتزاز وكلاء اللاعبين عند استدعاء موكليهم يمثل طامة وطنية كبرى وسط غياب تام لتنظيم قطاع الوكلاء. وللتبحث في هذه القضية معنا عبر الهاتف رئيس القسم الرياضي في صحيفة الوطن الإماراتية السيد أحمد المصطفى. مرحبا بك سيدي. يا اهلا وسهلا، يا مرحبا بكم وباحبابنا واشقائنا العزيزين في لبنان الحبيبه. شكرا لك. سعيد ويوم طيب. بدايه لنضع المشاهد العربي امام صوره واضحه، اين يكمن الخلل في بنيه الاستراتيجيه المطروحه احترافيا في الامارات، ام في عدم اداره الانديه بفكر استراتيجي ومؤسساتي يوازي القيمه المرجوه من الاحتراف في الدوري الاماراتي؟ اولا خليني انا اشيد بمن كتب التقرير هذا، من كتب التقرير الذي سمعته قبل شويه، يعني كفى ووفى، يعني ما خل شارده ولا وارده والا وذكر في التقرير يعني ذكر حقائق كامله يعني، وهناك امور ساضيفها واضيفها ان شاء الله. طبعا الاحتراف بدا من 10 سنوات، وحقيقه مش احتراف هو حاليا، يعني ما فيش احتراف، احتراف اسم، لكن ما زال بعض الانديه الاماراتيه تعيش في فلك الهوايه، يعني صرف ما يقارب 12 مليار درهم اي ما يعادل 3.250 مليون دولار في 10 سنوات. تخيل هذا المبلغ، كم مبلغ كبير جدا صرف على لاعبين اجانب وعلى لاعبين مواطنين. طبعا انا حاصل لك لاحقا على لاعبين اجانب ولاعبين مواطنين وعلى مدربين اجهزه فنيه.
طبعا من اخذوا نصيب الاسد اللاعبين الاجانب وايضا الاجهزه الفنيه. سنتطرق خلال حديثنا الى هذا البند والخسائر المترتبه عن فسخ العقود بناء على استراتيجيات غير واضحه اصلا في التعاقدات. ما الاشكاليه اخي العزيز؟ الاشكاليه في انه ما فيش احتراف، لا في الاحتراف حقيقي، ما فيش لا على مستوى الادارات ما بين الانديه ولا على مستوى اللاعبين ولا حتى على مستوى اللاعبين الاجانب اللي هم اصلا يفترض انه يكونوا جايين بعقليات احترافيه 100%. يعني الاجانب اللي بيجوا من برا عشان يلعبوا هنا بيتحولوا من الاحتراف للهوايه، لانه بيقول بيئه مختلفه عن البيئه اللي اتوا منها. فهمت علي؟ كلامك يوازي ما قاله الايطالي لوكاتوني حين قال انه الاحتراف في الامارات هو أسوأ خيار اتخذه في حياته، هل هذا الكلام ينطبق على سائر النجوم الذين قادموا الى دوري الخليج العربي ليس اخرهم الايطالي فابيو كانافارو او الكرافيتي او اي من اللاعبين البرازيليين والنجوم الذين تعاقبوا على الدوري؟ شوف انا انا انا, أنا يعني ما قاله لوكاتوني هو جزء من الحقيقه، لكن طبعا الحقيقه يعني هو قال اسوء يعني خيار بالنسبه له هو. اوكي لوكاتوني لما جانا هو اصلا يخلص، يعني لما جاء الامارات الدوري الاماراتي جاء يخلص، فكان ما كانش عنده خيار غير انه يجي هنا. لكن احنا نتكلم عن الموضوع المهم، وهو انه يعني ما فيش احتراف حقيقي في صرف يعني بشكل مبالغ فيه. يعني الحكومه دفعت، الشيوخ ما قصروا، المسؤولين في الانديه ما قصروا، يعني دعموا الانديه دعم كبير جدا، لكن من وجدوا المال على ايديهم يجري كالشلال صرف من لا يخشى الفقر. فلذلك يعني انهكت خزائن الانديه، يعني في انديه كبيره عانت وحاليا هي ترزح في ديون، يعني حتى اللحظه ما قدرت ملايين الدراهم. كيف السبل للخروج من هذه الضائقه الماليه والنهوض بالانديه مجددا، خاصه انه رؤساء الانديه ورعاه الانديه هم من اصحاب النفوذ والشيوخ، وكلنا نعرف لا يمكن لاحد ان يقول لا لشخصيات مرموقه في المجتمع الاماراتي او يضع استراتيجيات مقابله قد لا ترقى الى ذهنيه هؤلاء او لا توازي ما يطلبونه من هذه الانديه، خصوصا وان الانديه معظمها ينتمي عضويا الى الامارات المختلفه في البلد. شوف انا عايز اقول حاجه، الشيوخ يعني دائما يدعمون يعني بالمال وبالفكر وبكل يعني ما يملكون، يعني مجالس اداره الانديه اللي بيتم اختيارها، فهمت علي؟ بيتم اختيارها لتسيير امور الانديه. لكن العله في يعني عدم تجانس الموجودين في اداره الانديه، الاشكاليه هنا وغياب الفكر الاحترافي هنا، دي مشكله. والصرف احيانا بفرديه، هذه كمان مشكله كبيره جدا. فهمت علي؟ يعني المؤسسيه غايبه في العمل الاداري في الانديه. البعض يلوم نجوميه اللاعبين والمدربين على حساب مواقف الاداريين، يبدو ان الموقف في وضع في مقلب اخر، الادارات هي الضعيفه والهشه اصلا قبل التعاطي مع نجوميه واللاعبين والاجانب والمدربين في الدوري والانديه. اكون معك واضح، ما فيش يعني قليل جدا جدا من اللاعبين المواطنين نقدر نقول عليهم نجوم ويستحقوا يعني عقود تتناسب مع نجوميتهم. اما الغالبيه العظمى ابدا ما هوش نجوم، يعني ما قدموا لانديتهم ما يسع عليهم. عموما كلها عوامل ادت الى ما قدموا لانديتهم ولا حتى لمنتخب بلادهم، كلها عوامل يعني ادت الى تخيل. خلينا اكمل. في يعني منتخب الامارات كان من المنتخبات المرشحه لان يصل الى نهائي كاس العالم في روسيا، لانه بيضم عناصر ممتازه جدا من العين، من الاهلي، من الجزيره، من بعض الانديه الاخرى، واحد اثنين لاعب. لكن هذا المنتخب
ما كتم ما هو مرجو منه، خذل الجميع. بعدما كان المنتخب الحلم في عام 2008 الوسط نهائيات غارية، الأهلي والعين لم يحسنوا يعني اللحظة الأخيرة، يعني خسروا نهائيين متتاليين، الأهلي خسر في الصين والعين خسر على أراضيهم. صحيح. ففي إشكالية كبيرة جدا في العقلية الاحترافية، إشكالية كبيرة جدا في يعني ثقافة اللاعب نفسه. هل من يعني شأن خطة الدمج المبتكرة مؤخرا خصوصا ضمن المدينة الواحدة أو الإمارة الواحدة من شأنها أن يعزز من فرص حضور هذه الفرق ودمج الإدارات وبالتالي الخروج بنتائج أفضل أشبه بمنتخبات الإمارات؟ طبعا عندما يتحدث عن قرار دمج يجب أن ننظر لمن صنع القرار. أكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفارس والإعلامي والرياضي والرجل الحكيم، يعي تماما الخطوة اللي يعني خطاها والقرار الفور بدمج أندية دبي والأهلي والشباب. يعني القرار لم يأتي ولد صفة، إنما جاء بعد دراسة. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد معروف عنه يعني أي قرار بيأخذه ابدا بيطلع بيكون قرار صائب وسليم، وكل القرارات اللي اتخذها على كافه المستويات وفي مختلف المجالات اتت كلها. فلذلك نحن ننتظر ان شاء الله يعني في السنوات القادمه ما سيعود من هذا الدمج من فوائد على كره الامارات. ايضا قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عندما دمج الشعب والشرقه، ايضا هذا القرار سيؤتوا وكله ان شاء الله في المواسم الجايه. احنا ما القرار يدوب شهرين ثلاثه شهور مما صدر القرار، احنا لازم ننتظر موسم موسمين عشان نعرف ثلاثة مواسم نشوف يعني الفوائد اللي ممكن تعود لكره الامارات، مش الانديه، لكره الامارات. اعتقد انه يعني الدمج قرار، انا برايي قرار صائب وسليم. ومساله يعني سقف يعني الحد من يعني تصاعد العقودات وتحديد سقف للرواتب والعقودات يعني قرار سليم، لكن أشك في أن هذا القرار سيتم تنفيذه في ظل يعني عمل كبير جدا 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 يتم، ما عاد يقول تحت الطاولة، لكن في أندية تلتزم. الإيطالي ألبرتو زاكيروني أمامه مهمة صعبة جدا على أرض الإمارات في آسيا 2019، أمامه تقريبا سنة ونصف لإنجاز مهمة ليست بمستحيلة لكنها جدا صعبة على أرض الإمارات لمحاولة تكرار ما حققه الإماراتيون في خليج 18 على أرضهم. هل هناك بوادر لإعادة سيناريو خليج 18؟ هل الأرضية باتت مهيئة؟ أخي العزيز خليني أبتعد من البطولة الإقليمية وأتكلم عن البطولة الغربية. البطولة الإقليمية تختلف عن البطولة الغربية بتفاصيلها. فوز الإمارات بالبطولة الإقليمية لا يعني أنه المنتخب حيكون قادر على أنه يفوز بالبطولة الغربية. المستويات تختلف، رواد فنية كبيرة جيدة جدا، الأمور كلها عندها معايير وموازين تختلف عن البطولة الإقليمية. المنتخب الإمارات يعني حيكون أمامه تحدي. تحديين، التحدي الأول أنه يصل إلى النهائي كما وصل منتخب 96 وخسر بالحظ أمام المنتخب السعودي الشقيق ركلات الجزاء. واحد. اثنين، التحدي الثاني يفوز بالكأس القاري. ذكروني مطلوب منه كثير، عمل كبير جدا مطلوب منه أن يعني يجهز فريق في سنة وثلاثة شهور، مو ثلاثة شهور مش كافية، لكن هو يجب أن يعمل في ظل الفترة الزمنية المحددة، يعمل بجد واجتهاد، يكتشف مزيد من اللاعبين اللي ما لقوا فرصة في الفترة السابقة أيام مهدي علي كان يعتمد على عدد من اللاعبين في الأهلي وفي العين، واللاعبين اللي استهلكهم بشكل كبير جدا لدرجه انه اصبحوا غير قادرين على العطاء، مش مع المنتخب حتى مع انديتهم.
فلذلك زكروني مطلوب منه أنه يوجد بدائل، يبحث عن مواهب قادرة على أن تصنع الفرحة. لكن الأندية سيدي الكريم، لكن الأندية لا تفسح في المجال لا ماليا ولا إداريا بأن يتم الاهتمام بالأكاديميات وتعطي الأولوية والأهمية لفرق الرجال والرديف على حسابها. عمل كبير من زكروني ودعم من اتحاد مروان بنغليطة، لأنه وفرت كل المعينات لهذا الاتحاد ووجد الدعم من القيادة العليا، وحتى حاليا أسيا الإعلام بدأ يلتف حوله يدعمه، لأنه الوقت ليس وقت لتفريغ الجهود. لا الحين الكل حتى يعني في اليومين الماضيين اجتمع رئيس الاتحاد لرؤساء أقسام الصحف الرياضية وتحدث معهم في أمور كثيرة جدا من ضمنها الالتفاف حول المنتخب والتحدي القادم اللي هو بطولة كأس آسيا اللي ممكن تعوض خروج منتخب الإمارات من السباق إلى مونديال روسيا. طب رئيس الاتحاد مروان بن غليطة هو أصلا قادم من سوق اقتصادي واسع وله خبرة واسعة في هذا المجال، دخوله إلى عالم الرياضة من باب الاتحاد قد يأتي بثماره من خلال خبرته في عالم التسويق والمال والأعمال. تغيب الجماهير الإماراتية بفعل قلة التسويق وضعف التسويق اتحاديا لكرة القدم محليا وفي الدوري، وهو جانب جدا مهم معنويا ويعود بالمردود الفني ليرفع من مستوى الدوري دوري الخليج العربي، وهو بطبيعة الحال اللاعب رقم 12 على المدرجات. هذا جانب جدا يجب أن يعمل عليه خلال هذا الموسم، طبعا ليس بيوم بين ليلة وضحاها، إنما يجب أن يصار إلى آلية تسويقية جدا واضحة وتؤتي ثمارها لكي تساعد في بناء منتخب ودوري أرفع مستوى، وبالتالي تحويل هذه الاستراتيجية الاحترافية إلى استراتيجية ناجعة. ما رأيك بهذا الموضوع؟ أعتقد معك أنه مروان بن غليطة يعني رجل ناجح جدا جدا في المجال الاقتصادي، وحتى لما كان رئيس مجلس إدارة نادي النصر يعني أحدث نقلة نوعية حتى على مستوى يعني الفريق الأول في عهده، حقق النصر 3 بطولات مهمة جدا، بطولة إقليمية وبطولتين محليات من ضمنها كأس سيدي صاحب سمو رئيس الدولة. فحصل على كأس أندية الخليج، وحصل على كأس الخليج العربي، وحصل على كأس رئيس الدولة. بشكل أنه ده إنجاز النصر كان غائب عنه سنين طويلة جدا، رجل ناجح في الفترة اللي قضاها في النصر، لذلك رشح لأن يكون رئيس الاتحاد الكرة. أعتقد أنه مروان بن يحتاج لفريق عمل قوي جدا جدا عشان ينجح في المجال الرياضي. رئيس القسم الرياضي في صحيفة الوطن الإماراتية يعني السيد أحمد المصطفى، كنت معنا عبر الهاتف من دبي، شكرا جزيلا لمداخلتك. يقف المنتخب التونسي لكرة القدم على أعتاب التأهل إلى نهائيات المونديال للمرة الأولى منذ مونديال ألمانيا. نسور قرطاج يخوضون مواجهة حاسمة ضد منتخب ليبيا الشهر المقبل، وفي الموازاة تخفق الأندية التونسية قاريا. تفسيرات عديدة قدمها المتابعون للشأن الرياضي في تونس. بشكل غير متوقع خرجت الفرق التونسية من الدورين النصف النهائي والربع النهائي للمسابقتين الإفريقيتين، فباستثناء إصفاقس التونسي الذي يشكو من ضعف الرصيد البشري بسبب العقوبات الدولية، فإن بقية الفرق خرجت بشكل أثار أكثر من تساؤل حول المستوى الحقيقي للفرق التونسية. هزيمة مذلة للنجم الساحلي ضد الأهلي المصري، وانهيار لفريق الترجي أمام نفس المنافس، فهزيمة ثقيلة للإفريقي على ملعبه أمام فريق متواضع. عديد الأشياء المراجعة تسييريا في الانتدابات، الأجانب في البطولة التونسية شنو يقدمون للبطولة التونسية كلاعبين ولا كمدربين، الخيبات نتاعنا صارت مع 3 مدربين أجانب، داموتا في صفاقس، فيلوت في النجم الرياضي الساحلي، وأخيرا يعني كما نقولوا احنا سيموني في النادي الإفريقي. الأجانب نتاعنا ماهمش يقدموا، حتى للاعبين الأجانب اللي نتدموهم ومن بعد نلقاو قضايا في الفيفا اليوم وخصم نقاط.
وبرأي عديد المحللين فإن هذه الانسحابات كانت ستعصف باتحاد الكرة التونسي لولا النجاحات المتتالية لمنتخب كرة القدم، والتي جعلته على بعد نقطة واحدة من المونديال الروسي. هنا يحذر محللون من ضرورة التحضير النفسي وعدم استسهال المنافس الليبي. صحيح المنتخب الوطني التونسي على بعد نقطة واحدة من التأهل للمونديال، ولكن الخطوة اللي قام بها المدرب المنتخب نبيل معلول وأنه يلم الملاعبية في طرابلس باش يبعدهم على الضغط على الانتقادات، لأنه النتائج كانت مخيبة للأمال بالنسبة للأندية، أعتقد أنه المنتخب بهذا الشكل سيكون بمنأى على النتائج السلبية. نجاحات وأخفاقات تعيشها الكرة التونسية إذن على هذا الجانب وذاك، تتطلب تقييما شاملا وموضوعيا حسب المتابعين. تتعدد التفسيرات حول أسباب خروج الفرق التونسية من المسابقات الإفريقية، بين من يتحدث عن عامل الحظ ويعتبر أن وصول هذه الفرق إلى أدوار متقدمة يعتبر أمرا إيجابيا، وبين من يتحدث عن سوء التسيير وضعف الإطار الفني الأجنبي الذي يشرف على هذه الفرق التونسية. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. بعد تصويت برلمان كاتالونيا بغالبيته على الانفصال عن إسبانيا، مصير أندية الإقليم على المحك. لن ينسى ريال مدريد الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لهذا الموسم، لأنه سيحل ضيفا على جيرونا أحد أندية إقليم كاتالونيا. الإجراءات الأمنية على أشدها وسط غموض تام حول تحركات النادي الملكي في كاتالونيا. لا معلومات عن موعد وصول البعثة الملكية، ولا أحد يعلم عنوان الإقامة في الفندق، حتى أن الانتقال إلى الملعب سيحصل على نحو مموه، أي أن الحافلة الشهيرة لن تسير في شوارع الإقليم المنفصل. وسط هذه الأجواء المشحونة لا نية لإرجاء هذه الجولة لأسباب سياسية وأمنية، لأن التاريخ يشير إلى عدم إرجاء المواجهات حتى خلال الحرب. صوت برلمان كاتالونيا بغالبيته على الانفصال، فتوجهت الأنظار إلى أندية الإقليم في ظل التكهنات حول مصيرها إذا كانت ستبقى في الدوري الإسباني من عدمه. صحيفة لا فانغوارديا نشرت المادة المتعلقة في الرياضة الإسبانية وهي التالية: الأندية تشارك في البطولات الرسمية المحلية بشرط الانضواء إلى راية الاتحاد الإقليمي التابع للاتحاد الإسباني، ما يعني أن الانفصال سيضع برشلونة وإسبانيول وجيرونا خارج الليغا المحلية. رئيس رابطة الدوري الإسباني خابيير تيباس أشار إلى أن الأندية الكتالونية ستصبح خارج البطولة بنسبة عالية. لم يعطي المسؤول الكروي تأكيدا جازما، لأنه يعلم تماما بأن المادة 17 في الاتحاد الإسباني لكرة القدم تنص على بند استثنائي، وهو انخراط أندية أندورا إلى الدوري الإسباني. أمام هذا المشهد قدم رئيس اتحاد كاتالونيا لكرة القدم أندرو سوبيس استقالته من عضوية الاتحاد الإسباني قبل أيام قليلة. في الختام نذكركم مشاهدينا بإمكانية التواصل معنا من خلال صفحتنا عبر فيسبوك رياضة الميادين، والبريد الإلكتروني للقسم الرياضي sports@almayadin.net. ولمزيد من أخبار الرياضة ومشاهدة نشراتنا تفضلوا بزيارة موقعي الميادين عبر الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. السلام عليكم.